وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. آخر درس عندك في المنهج حاجة اسمها تمام. مرة فاتت احنا خدنا الانكونسترينت اوبتمايزيشن، يعني كان مسألة بديك الاوبجكتيف فانكشن بس وبيطلب منك الاستيشنري بوينت، بعد كده نوع الاستيشنري بوينت انت بتحدده هو ماكسيمم ولا مين. بس بالطبيعي في كل المسائل اللي احنا عملناها لها فورموليشن ان ما كانش في مسألة بتطلع انكونسترينت، صح؟ لازم تطلع الاوبجكتيف فانكشن ولازم تلاقي ايه كونسترينت. طب احنا المره دي بقى لما يكون في كونسترينت ازاي نعمل اوبتمايزيشن؟ مبدئيا كده الطريقه اللي احنا هنستخدمها دي هي بتعمل مينيمايزيشن بس. طب بعض المسائل لو طلب منك ماكسمايزيشن المفروض اعمل ايه؟ تحول المساله من ماكسمايزيشن لمينيمايزيشن. انت كل اللي هتعمله ممكن تعمل ايه؟ اضرب سالب واحد. تضرب الاوبجكتيف فانكشن هي اللي في كام؟ في سالب واحد. الطريقه دي اول حاجه بتعملها خالص ان انت بتعدل في شكل الكونسترينتس بطريقه معينه عشان هنكون معادلات ثانيه. طيب احنا عندنا انواع الكونسترينتس ايه؟ الكونسترينتس اللي عندنا نوعين، في حاجه اسمها الايكواليتي تمام، وحاجه اسمها الايكواليتي كونسترينت. الايكواليتي كونسترينت ده اللي هو بيكون في ايه الايكوال، والايكواليتي اللي هو اكبر من او اصغر ايه اكبر من او اصغر من، فده الايكواليتي والايكواليتي كونسترينت. في المساله دي احنا عندنا اوبجكتيف فانكشن اسمها اف سبجكت تو 1 كونسترينت بس، وال1 كونسترينت ده نوع ايه؟ انيكواليتي. طيب تعال نشوف الاول لو انت عندك انيكواليتي كونسترينت ازاي تحوله للايه للستاندرد فورم اللي احنا هنستخدم. اولا الكونسترينت ده بيقول ايه؟ اكس 1 زائد اكس 2 اقل من او يساوي 4. الخطوه الاولى ان انت تحول الكونسترينت لصيغه اقل من او يساوي 0. يبقى في الستاندرد ان انت لازم تحول الكونسترين اقل من او يساوي 0، ما ينفعش اكبر من او يساوي 0. طيب فاقل من او يساوي 0 يبقى الاربعه دي هنحطها ايه؟ نحطها ان، يبقى احنا عندنا اكس 1 زائد اكس 2 ناقص 4، الكلام ده اقل من او يساوي كام؟ اقل من او يساوي 0. الخطوه الثانيه بقى ان احنا نشيل الزيرو ده تمام، نحوله من اقل من او يساوي 0 نخليها ايكوال كام؟ ايكوال 0. طيب لو انت الماجنتيود ده عندك كده اقل من او يساوي 0، هجمع عليه رقم عشان يوصل للصفر، يبقى الكلام ده اللي هو اكس 1 زائد اكس 2 ناقص 4، هجمع عليه رقم يساوي كام؟ يساوي صفر. طب الرقم اللي انا المفروض اضيفه ده المفروض يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. الكلام ده اقل من الصفر، طب عشان يوصل للصفر هجمع عليه رقم ايه؟ موجب. فالرقم الموجب ده عشان نضمن ان هو موجب بنسميه ايه؟ اس سكوير. يبقى الاس سكوير ده اول كونستنت احنا هنستخدمه، الاس لوحده اسمه السلاك فاريبل. تمام كده؟ يبقى الاس ده اسمه السلاك فاريبل. والسلاك فاريبل واحنا بنحسب لازم تطلعه يا اما زيرو يا اما بوزيتيف. السلاك فاريبل ده يا اما زيرو يا اما بوزيتيف. كده صيغه الكونسترين بعد التعديل اللي هي مين؟ اللي هو الجزء ده. يبقى هو الجزء ده كده اللي احنا هنستخدمه في المعادله. يبقى اي انيكواليتي كونسترين هيجي لك لازم تخليه اقل من او يساوي زيرو. بعد كده شيل علامه الاقل من خليها يساوي بس نضيف مين؟ السلاك فاريبل. واضح دي؟ حد كده في مشكله؟ انا السلاك فاريبل دي مش فاهم ايه؟ ليه زودنا الستابين؟ طيب هنا السلاك فاريبل ده رقم احنا زودناه عشان نوصل المقدار ده للصفر، مع المقدار ده اقل من صفر. فالمقدار ده عشان توصله للصفر ضفت مين؟ الاس ده. بس الاس ده شرطه ان هو يا زيرو يا ايه؟ يا زيرو يا بوزيتيف. طيب دي كده اول ايه؟ اول خطوه. تاني خطوه هنكون حاجه اسمها اللاجرانج فانكشن. طيب ايه اللاجرانج فانكشن؟ اللاجرانج فانكشن عباره عن ايكويشن هتضم الاوبجكتيف فانكشن والكونسترينتس اللي عندك. طيب اول حاجه انت عاوز تعمل ماكسمايزيشن ولا مينيمايزيشن؟ ماكسمايزيشن. قلت لك الطريقه دي بتعمل ايه بس؟ مينيمايزيشن. فطالما المساله ماكسمايزيشن يبقى قبل ما تدخل الاوبجكتيف فانكشن في معادله اللاجرانج ديت تحط ايه؟ تحط اشاره سالب. يبقى انت هتبدا هنا اشاره سالب وتفتح قوس وتبدا وتكتب معادله الاف زي ما هي 4 اكس 1 سكوير زائد 3 اكس 2 سكوير ناقص 5 اكس 1 اكس 2 ناقص كام؟
ناقص سبعة. دي كده فيها مشكلة؟ طيب بعد كده هدخل عندي المين؟ الكونسترينز اللي عندي. بس كل كونسترين وانت جاي تدخله بنضربه في حاجة اسمها لاجرانج مالتبلاي. تمام كده؟ طيب الكونسترين ده اللي جوه المربع الأحمر ده اللي احنا هنكتبه هنا. تمام؟ طب بس الكونسترين ده كان أصله إيكواليتي ولا إينيكواليتي؟ إينيكواليتي. أي إينيكواليتي كونسترين وانت رايح تدخله لاجرانج إيكويشن بتضربه في حاجة اسمها اليو. اليو ده بقى اسمه ايه؟ اسمه لاجرانج مالتبلاير. For inequality constraint. واليو ده برضو لازم يكون يا اما زيرو يا اما بوستف. تمام كده؟ يبقى احنا هنا هنقول بلس ده اليو اللي هو اللاجرانج مالتبلاير وده اللي هو اكس واحد زائد اكس اثنين ناقص اربعة زائد اس سكوير. تمام كده؟ يبقى انت كده كونت الايه؟ اللاجرانج مالتبلاير. لحد كده في مشكلة؟ هي مشكلة كده قيمة اس يا اما زيرو يا اما بوستف. عشان احنا عاملينها سكوير، ما انا عاملها سكوير عشان اضمن كده. بس حضرتك قلت ان هي لازم تطلع زيرو يا بوستف، ليه بقى لازم السكوير؟ طب ما هي كده زيرو يا بوستف. ماشي، هو عاملها كده عشان يوصلها زيرو يا بوستف، بحيث انت لو طلعت اس سكوير بيساوي رقم نيجاتيف تهمله. ماشي كده؟ طيب دي كده اللي هي اللاجرانج. الخطوة رقم ثلاثة بقى هنكون حاجة اسمها الاي بي تي نسيسري كونديشن. هو الكي كي تي ده اختصار لاسم العلماء اللي كانوا عاملين او الناس اللي عملوا من طريقه الاوبتمايزيشن، مالكش دعوه بيها. طيب المهم هنا انت النسيسري كونديشن عباره عن ايه؟ مجموعه من المعادلات، المعادلات دي بتجيبها عن طريق مجموعه من التفاضلات بتطبقها على اللاجرانج فانكشن. هتروح للاجرانج فانكشن هتعمل هتجيب كام معادله؟ بص انا هفاضل بالنسبه للفاريبلز اللي عندك. ده عندك كام فاريبل؟ اثنين اكس 1 اكس 2. يبقى انا هجيب اول حاجه تفاضل بالنسبه لاكس 1 تفاضل بالنسبه لاكس 2، ده اول معادلتين. وهفاضل بالنسبه لكل لاجرانج مالتبلاير موجود في المعادله. ما انت عندك منهم واحد اللي هو اليو، يبقى انت هتفاضل بالنسبه ليو. وبتفاضل بالنسبه لكل سلاك فاريبل اللي هو الاس. يبقى انا كده عندي كام معادله؟ اربع معادلات. يبقى المعادلات بتاعت النسيسري كونديشن بتجيبهم ازاي؟ بروح للاجرانج فانكشن دي افاضلها بالنسبه للفاريبلز اللي هم اكس 1 واكس 2 وافاضلها بالنسبه لكل لاجرانج مالتبلاير في المعادله وفاضلها بالنسبه لكل سلاك فاريبل في المعادله. مش كده؟ طيب كده يبقى احنا عندنا اول معادله اللي هي بارشل ال بارشل اكس واي تطلع بكام؟ تعال نفاضل. ليش انا النيجاتيف سيبها في القانون اهو؟ دي لما نفاضله بالنسبه لاكس 1 تطلع كام؟ 8 اكس 8 اكس 1 ده ملوش تفاضل، ده بالنسبة لإكس واحد يطلع كام؟ إكس 2 سالب 5 إكس 2، بعد كده خلاص اقفل القوس. طب أنا لو عاوز أفاضل ده بالنسبة لإكس واحد يطلع كام؟ ها؟ بلس إيه؟ بلس إيه؟ الكلام ده ساويه بالزي. ماشي كده؟ دي كده أول معادلة. طيب بعد كده هجيب بارشل ال بارشل إكس 2. طب بارشل ال بارشل إكس 2 يطلع كام؟ آدي السالب أهو. لما نفاضل جوه يطلع كام؟ 6 اكس 2 6 اكس 2 5 اكس 1 ناقص 5 اكس 1 زائد يو بيساوي 0. طيب بعد كده هقول بارشل ال بارشل يو يطلع ايه؟ القوس الاخير. القوس لما تفاضل بالنسبه لليو يطلع عندك الايه؟ القوس اللي هو ايه؟ اكس 1 اكس 1 زائد اكس 2 ناقص 4 زائد اس سكوير يساوي 0. طيب بعد كده هنفاضل ال ال بالنسبه للسلاك فاريبل يطلع ايه؟ يطلع 2 يو اس 2 يو اس 2 يو اس. تمام طلعت 2 يو اس بيساوي 0. تعال نرقم كده المعادلات اللي احنا جبناها دي. يبقى احنا عندنا دي 1 2 3 4. تمام المعادله رقم 4 دي المفتاح الحل بتاعك، المفروض هتحل الاربع ايكويشن. بس المعادله رقم 4 دي اللي هتخليك تحلهم بطريقه سهله. المعادله رقم 4 دي اسمها السويتشنج كونديشن. تمام كده؟ طيب دي كده اسمها السويتشنج كونديشن. طب تفتكر المعادله بتاعت 2 يو اس دي تظهر كام مره في المساله؟ تظهر مره مش مره واحده، على حسب عدد ايه؟ على حسب عدد الانيكواليتي كونسترين اللي في المساله. مش كل inequality constraint هيحتاج منك سلاك فاريبل، يبقى مع كل inequality constraint يظهر لك switching condition. طب دي ليه هتساعدني في الحل؟
هو انا لما اقول لك في معادله 2 يو اس يساوي صفر، امتى المعادله دي تطلع بصفر؟ لما اليو بصفر او لما اليو بزيرو او مين؟ او الاس بزيرو او اليو والاس بصفر. اليو والاس بصفر الاثنين مع بعض احطهم بصفر اسمهم الاب نورمال كيس، هنعمل لها نجلكت. يبقى انا بس عندي كيس اللي هي مين؟ يا اما يبقى السويتشنج كونديشن دي بتقول لي ان يا اما اليو بتساوي صفر يا اما الاس بتساوي كام؟ الاس بتساوي صفر. ويبقى هي ديت الكيسز اللي انا هروح اشتغل ايه؟ اشتغل تمام كده؟ طيب لحد كده انا كونت المعادلات دي، انا عاوز احل بقى، عاوزين نحل. فلما تيجي تحلهم هل انت تعرف تحل الاربع معادلات بالشكل ده؟ لا. فاللي كان خليك تحلهم هي مين؟ السويتشنج كونديشن دي. مره هفرض اليو بصفر واحل تمام؟ ومره هفرض الاس بصفر واحل، بس انا هعرف منين ان النقطه اللي انا حليتها دي نقطه صح ولا مش صح؟ اما انت عندك كونديشن، مش انت فرضت اليو بصفر وحليت طلعت قيمه الاس، الاس لازم تطلع ايه؟ يا زيرو يا بوستيف. لو لما تفرض اليو رحت للاس طلعت زيرو بوستيف يبقى الحل ده اكسبتد معاك تمام؟ طب انت فرضت الاس بصفر ورحت تجيب مين؟ اليو. لو طلع زيرو او بوستيف يبقى ايه؟ يبقى الحل اكسبتد، لكن غير كده يبقى الحل ريفيوز وبتروح للكيس اللي بعده تمام؟ كده كده في كل الاحوال هتعمل كل الكيس، لان ممكن اكتر كل ممكن يطلع اكتر من كيس ايه؟ ليها. طب تعال نجرب احنا بنحلهم ازاي. تعال مثلا نقول ان احنا عندنا كيس 1 اسيوم هنفرض ان اليو بزيرو. طب انا لما افرض اليو بزيرو فكر كده في طريقه، فرضنا اليو بصفر وعاوز احل مجموعه المعادلات دي مع بعض، اعمل ايه؟ بالظبط. المعادله 1 و2 لو انت شلت اليو خليتها بصفر هتلاقي بقى معادلتين في ايه؟ مقبولين. في مقبولين، فخلاص المعادلتين في المقبولين دول. يبقى احنا هنا المعادله رقم 1 بعد ما شلت اليو بقت ايه؟ بقت سالب 8 اكس 1 زائد 5 اكس 2 بيساوي 0. والمعادله دي هتبقى 5 اكس 1 ناقص 6 اكس 2 بيساوي كام؟ بيساوي صفر. تمام كده؟ انتوا فاهمين احنا بنعمل ايه؟ طيب بعد الكلام ده لو انا خدت المعادلتين دول حليتهم مع بعض يطلع اكس 1 بكام؟ بصفر. ويطلع اكس 2 بكام؟ برضه بصفر. بس انا لسه مش عارف اصلا ان الحل ده صح ولا لا، المفروض اعمل ايه بعد كده؟ اعوض في المعادله. اروح بقى للاس بقى. طيب عشان تجيب الاس تروح لانهي معادله؟ الرقم 3. يبقى انا دي المعادله رقم 1، دي المعادله رقم 2، المعادله رقم 3. في المعادله رقم 3 دي 0 ودي 0، يطلع الاس سكوير بكام؟ 4. ب 4؟ طيب طالما الاس سكوير طلع ب 4 ينفع الاس سكوير يطلع ب 4؟ اه ينفع، خلاص ده كده اكبر من الصفر، يبقى ده اوكي، يبقى الحل ده اكسبتد معاك. يبقى نقطه اكس 1 واكس 2 دي نقط بتحقق الكي كي تي نيسيسري كونديشن، يبقى دي ستيشنري بوينت. تمام كده؟ يبقى هتيجي تقول ان احنا عندنا يبقى اكس 1 ستار بكام؟ ب 0، اكس 2 ستار بكام؟ ب 0، ويبقى الاف ستار عندك بكام بقى؟ خد النقطة صفر وصفر وتعوض في مين؟ مش في اللاجرانج، مش في دي، تروح للأوبجيكتيف فانكشن الأصلية تطلع بكام؟ بسالب 8 صح؟ تمام كده؟ يبقى ده أول حل عندك. طيب أنا عاوز ماكسمايز بس أنا ضارب هنا في إشارة إيه؟ نيجاتيف، لأن الطريقة ما بتحلش الإيه؟ مينيمايزيشن. طب دي الكيس الأولاني، طب تعال نروح للكيس الثانية كده. الكيس الثاني افرض ايه؟ الاس بزيرو. افرض ان الاس بصفر. طب فكر لنا كده في الحل. عشان الماكسمايزيشن انقلها المينيمايزيشن. اطرح واحد من اثنين. نعم. اطرح واحد من اثنين واحلها على ثلاثة. اطرح واحد من اثنين واحلها على ثلاثة. انت عاوز يعمل اليمينيشن لليو يعني وبعدين يحلها من ثلاثة. لا احنا ممكن نشيل الاس اللي تحت دي خلاص بزيرو ونجيب قيمه اكس 1 باكس 2 ونعوض في المعادلتين كلهم مع بعض. ماشي. بص بقى هنا بقدر الامكان، بقدر الامكان يعني استفاد من الامكانيات اللي معاك. انت عندك مفروض الحاسبه بتاعت طالما المعادلات لينير تحلك لحد كام معادله؟ ثلاث معادلات. فبدل ما تقدر تعمل اليمنيشن وتفضل تحسب في لان في مسائل بتاعت الفاينل سنه فاتت كانت 16 كيس. فلو انت هتفضل تمشي تعمل اليمنيشن وتفضل تحل في المعادلات هتاخد منك ايه؟ الثلاث ساعات كلها يعني. فانا كل الحكايه اعمل ايه؟ دول ثلاث معادلات صح؟ اعمل اليمنيشن للاس لانها بزيرو، يبقى ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل وحطهم على الحاسبه وطلع الارقام على صح؟ يبقى المعادله الاولى بس اعمل اعاده ترتيب بس للمعادله. المعادله الاولى تبقى ايه؟
يبقى عندنا سالب 8 اكس 1 زائد 5 اكس 2 زائد يو بيساوي 0. المعادله الثانيه 5 اكس 1 ناقص 6 اكس 2 زائد يو بيساوي 0. والمعادله الثالثه اللي هي اللي بعد تطلع اكس 1 زائد اكس 2 بيساوي كام؟ بيساوي 4. خد الثلاث معادلات دول ودخلهم على الحاسب. نعم اكلنا بيو اكس 3 بالظبط. خد دول على الحاسبه كده طلع قيمه اكس 1 بكام واكس 2 بكام واليو بكام. مين اللي يعرفك ان الحل ده صح ولا مش صح؟ لو انت طلعت اليو ده رقم 0 او بوزيتيف يبقى الحل ده برضه صح. طيب انت هنا لو حليت الارقام هتطلع معاك كام؟ هيطلع عندك اكس 1 ب 11 على 6 واكس 2 ب 13 على 6 ويطلع عندك اليو ب 23 على 6. طيب يبقى اليو اكبر من كام؟ اكبر من الزيرو. يبقى الحل ده برضه ايه؟ معاك. يبقى النقطه دي برضه نقطه ستيشنري بوينت. يبقى اكس 1 ستار بكام؟ ب 11 على 6 واكس 2 ستار ب 13 على 6. وخد اكس 1 واكس 2 روح على الاوبجيكت فانكشن فهتطلع قيمة الـ Objective Function بسالب 2. تمام كده؟ طيب دول كده الحلين اللي عندنا. انت بتعوز تعمل ايه في المسألة؟ Maximization. مين النقطة اللي هتختارها؟ سالب 2. السالب 2. تمام كده؟ يبقى هي دي في الآخر الايه؟ Maximize point. وصل الكلام ده؟ طيب في كيس ثالثة ممكن تشتغل عليها اللي هي انه كيس انت تفرض ان الاثنين اليو والاس بكام؟ بصفر. بس دي اسمها الاب نورمال كيس ودي نادرا ما تطلع حل. يعني ممكن تطلع 1% من الكيسز حل. فاحنا في المتفقين ان احنا نعمل لها ايه؟ نجلكت. يبقى انا هشتغل بس يا اما اليو بصفر يا اما الاس بصفر. ماشي كده؟ طيب انتوا لحد كده فاهمين احنا بنعمل ايه؟ هو دلوقتي في الكونسيرنس ممكن يجيلي كده واحده؟ ما احنا جايين اهو استنى بص عشان بس ما تتلخبطش في الحته بتاعت الماكسمايزيشن والميمايزيشن. انا لو عندي فانكشن كده تمام كده انا بقول لك عاوز اعمل ماكسمايزيشن. فين الماكسمايزيشن؟ نقطه التوب. طب انا لو خدت الاف معادله الكيرف ده ورحت ضاربها في نيجاتيف هيحصل ايه؟ هيتقلب. هتبقى نفس النقطه دي اللي هي نفس النقطه اللي الناظره بقت هي ايه؟ المينيموم. انا بس كنت عاوز اخد احداثيات النقطه بس. ده اللي احنا جبناه من المعادله. تمام؟ لانها بتعمل مينيمايزيشن الطريقه دي. وبعد كده عوضت في المعادله الاصليه. فاكني جبت النقطه اللي على الكيرف اللي فوق. يعني جبت اللي هي النقطه اللي فوق ودي النقطه اللي تحت. يعني المهم امشي بنفس الطريقه عادي، هات النقط عادي بس لما تيجي تعوض عوض في الاوبجيكتيف فانكشن الاصليه اللي هي ما فيهاش نيجاتيف. طيب لو بقى في اكتر من كونسترين بقى في المساله. خلي بالك احنا دلوقتي المساله دي كان عندنا واحد انيكواليتي كونسترين صح؟ ال1 انيكواليتي كونسترين طلع عندك في الاخر كام سويتشنج كونديشن؟ واحده سويتشنج كونديشن. عدد الكيسز اللي انت هتشتغلها في المساله 2 اس ام والام ده عدد الانيكواليتي كونسترين. تاني عدد الكيسز اللي انت هتشتغلها في المساله 2 اس عدد الانيكواليتي كونسترين. فلو واحد انيكواليتي كونسترين تشتغل كام كيس؟ 2. ده المساله. طب لو اداك مساله فيها 2 انيكواليتي كونسترين يبقى تشتغل 4 كيس. السنه اللي فاتت في الفاينل كان مديهم 4 انيكواليتي كونسترين يبقى 2 اس 4 كام؟ 16 كيس. تمام كده؟ السالب ده لا السالب ده بتضربه بس لو كان عاوز ماكسمايزيشن لكن لو مينيمايزيشن لا. بص احكي لك قصه بس خلاص قصة فضاء المرة دي مشكلته درجات حلوة في الحمد لله والله لو انا اللي كنت بعلم مش هتعمل الدرجات دي. بص انا عاوز اعمل مينيمايزيشن للاوبجيكتيف فانكشن دي سبجكت 2 اثنين كونسترين واحد انيكواليتي واحد ايكواليتي كونسترين.
طيب احنا قلنا الاول حاجه بتعمل ايه؟ بتظبط الكونسترينز للسيمبل اللي انت هتكتبها في اللاجرانج فانكشن. طيب بالنسبه للانيكواليتي ده اللي هو اكس 1 زائد اكس 2 اكبر من او يساوي 4، ده كده ازاي اخليه في الصيغه اللي انا هكتبها في اللاجرانج ايكويشن؟ اول حاجه لازم تخليه ايه؟ اقل من او يساوي صفر. طب اقل من او يساوي صفر بعمل ايه؟ اقصدهم من الحته دي اكس 1 هنا تمام، اقصدهم مع ال 4. احنا عندنا 4 ناقص اكس 1 ناقص اكس 2 اقل من او يساوي صفر، وبعد كده هشيل الاقل من او يساوي خليها ايه؟ ازود السلاك فاليو صح؟ يبقى عندنا 4 ناقص اكس 1 ناقص اكس 2 زائد الاس سكوير بيساوي كام؟ بيساوي صفر. طيب انت في الحاله دي عندك كام انيكواليتي كونسترينت؟ واحد، يعني تستخدم كام سلاك فاريبل؟ واحد بس، عشان كده خليته اس بس كده. لو في اكتر من واحد بسمي مثلا اس 1 اس 2 وهكذا. طيب الايكواليتي كونسترين بقى ازاي بتصرف معاه؟ بالنسبه للايكواليتي كونسترين انا عاوز اخلي المعادله في الاخر بيساوي صفر، سيبها زي ما هي. طب اعمل ايه؟ بس خلاص يبقى اوديه في اي ناحيه، عشان زي ما قلنا اوديه في الناحيه دي ولا في الناحيه دي مش هتفرق. يبقى هنا اكس 1 ناقص اكس 2 ناقص 2 بيساوي كام؟ بيساوي صفر. ويبقى هي دي الصيغه اللي احنا هنكتبها في الايه؟ في اللاجرانج فانكشن. في مشكله الكلام ده؟ طيب احنا قلنا ان كل انيكواليتي كونسترين وانت رايح تدخله في اللاجرانج فانكشن بتضرب في مين؟ في يو. يو تمام؟ طب لو كان ايكواليتي كونسترين بقى بنضيف هنا حاجه اسمها لاجرانج مالتبلاير بس بنسميه الايه؟ الميو. فالميو ده هو عباره عن اللاجرانج مالتبلاير بس بالنسبه للمين؟ الايكواليتي كونسترين. بالنسبة للميون بقى ده يطلع له أي حاجة مش مهم، زيرو أو بوستيف أو نيجاتيف، ده كده مش مهم، يطلع إيه؟ تمام كده؟ طيب تعالى نكتب اللاجرانج فانكشن. اللاجرانج فانكشن نقول إن بيساوي أول حاجة هتكتب الأوبجيكتيف فانكشن إف. طب الأوبجيكتيف فانكشن ده أصلا ماكسمايزيشن ولا مينيمايزيشن؟ مينيمايزيشن. خد الأوبجيكتيف فانكشن دي اكتبها زي ما هي، يبقى إحنا عندنا إكس 1 ناقص 1 الكل سكوير، وهنا عندنا اكس 2 ناقص 1 الكل سكوير. دي معادله ايه دي مفهوم؟ دي معادله ايه؟ اوبجكت فانكشن. ايوه دي لو رسمتها تطلع ايه؟ دايره. خلي بالك دي جت برضه في الفاينل السنه اللي فاتت في الجرافيكال كانت المعادله اوبجكت فانكشن كده بتطلع دوائر. طيب بعد كده زائد هنا هناخد الاوبجكت فانكشن دي او هناخد الكونسترين ده بس هنضربه في مين؟ فيو. يبقى زائد يو هنا 4 ناقص اكس 1 ناقص اكس 2 زائد اس سكوير. طيب وده هضربه في مين؟ في ميو. في ميو اكس 1 ناقص اكس 2 ناقص 2. طيب هنا بقى هيطلع عندي كم معادله في الكيس دي؟ هيطلع عندي كم معادله؟ 4 4 2 فاريبلز كام لاجرانج مالتبلاير؟ 1 2 2 لاجرانج مالتبلاير ده وكم سلاك فاريبل؟ واحد. وكم معادله؟ خمس معادلات. طيب الخمس معادلات دي اول معادله خالص اللي هي بارشال ال بارشال اكس 1 تطلع كام؟ 2 في اكس 1 تمام. 2 افتح قوس اكس 1 ناقص 1 ده خلاص بزيرو، هنا يطلع كام؟ ماينس يو. هنا يو لا خلي بالك ده يو ده ايه؟ يو ميو بيساوي صفر. بارشال ال بارشال اكس 2 تطلع كام؟ تطلع 2 اكس 2 ناقص 1 ناقص يو ناقص الميو بيساوي صفر. طيب بارشال ال بارشال يو يطلع بكام؟ القوس بتاع اليو اللي هو 4 ناقص اكس 1 ناقص اكس 2 زائد اس سكوير يساوي صفر. طيب بارشال ال بارشال ميو تطلع بكام؟ القوس بتاع الميو اللي هو اكس 1 ناقص اكس 2 ناقص 2 يساوي صفر. طيب اخر معادله اللي هي بارشال ال بارشال مين؟ اس. ودي تطلع كام؟ انا مفترض بالنسبه لاس تطلع كام؟ 2 يو اس. دي دايما ثابته تمام؟ يبقى التفاضل بالنسبه للاجرانج مالتبلاير بتطلع لك قيمه القوس اللي مضروب فيه، والتفاضل بالنسبه للاس دايما هتطلع 2 يو اس بيساوي صفر. دي كده المعادله رقم 5. طب احنا هنا المفروض هندرس كام كيس؟ كام كيس؟
اتنين اللي هما بتعرفهم ازاي؟ اتنين اس عدد الكيس اللي هتدرسها بتساوي اتنين اس عدد النمبر اوف انيكواليتي. فعدد الانيكواليتي هنا واحد يبقى اتنين اس واحد بكام؟ باتنين. طب التو كيسز دول اللي هما ايه؟ هتحملهم ازاي؟ امر افرض اليوب صفر واحل المساله اطلع قيمه مين؟ مين اللي تعرف لك ان الحل هيكون صح ولا لا؟ الاس 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 تمام لازم الاس تطلع اكبر من زيرو. مره ثانيه هفرض الاس وراح احسب اليوم تمام كده؟ طيب يبقى هنا كيس واحد اسيوم هنفرض ان احنا عندنا اليوم يساوي صفر. طيب عاوزين نفكر كده لو انا حطيت اليوم صفر احل ازاي؟ حل اول معادلتين مع بعض. طيب بس اول معادلتين مع بعض هيبقى فيهم ثلاث مجاهيل الاكس واحد والميو والاكس اتنين. الميو وانا جمعتهم على بعض ما انت لو جمعتهم على بعض هتضيع الميو بس المعادله دي هيبقى فيها اكس واحد بس والمعادله فيها اكس اتنين بس. اكس واحد في معادله رقم اربعه اتنين زائد اكس اتنين وعاطفه واحده في عاطفه واحده. بص نظره سريعه كده على المعادلات يعني انت هنا كنسلت الميو حطيت اليو بزيرو صح؟ فخلاص الاس ليها رقم ابعد عن معادله الاس. حل اربعه مع اربعه. حلو كده؟ المعادله دي فيها مين؟ اكس واحد اكس واحد واكس اتنين وهنا اكس واحد وميو اكس اتنين وايه؟ وميو. انا الكلام اللي انتوا بتقولوه كله صح مش معترض عليه انتوا هتوصلوا باي طريقه. بس انا بقول لك ايه؟ ازاي توصل بسرعه يعني عشان هيبقى عندك كيسز كتير. نفس الكلام اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. انا هستبعد دي ويبقى عندي ثلاث معادلات في كم مجهول؟ ثلاث مجهول. في ثلاثه. صح؟ لما اكس واحد اكس اتنين وميو وعلى الاقل حاسب يبقى انت عملت ايه؟ طلعت الثلاثه دول مره واحده. تمام كده؟ وبعد كده تيجي جاي جاي مين؟ الاس. يعني هنا هتروح اول حاجه ترتبهم يبقى من المعادله رقم واحد المعادله رقم واحد يبقى عندنا احنا 2 اكس واحد تمام؟ زائد الميو بيساوي كام؟ بيساوي 2. من المعادله رقم اثنين هيبقى المعادله شكلها عامل ازاي؟ 2 اكس 2 ناقص ميو بيساوي كام؟ بيساوي 2. ومن المعادله رقم 4 هيبقى احنا عندنا اكس 1 ناقص اكس 2 بيساوي كام؟ بيساوي 2. تمام؟ دي فيها المشكله دي؟ يبقى انت لو حليت دول هتطلع اكس 1 بكام؟ واكس 2 بكام؟ ميو. والميو بكام؟ طيب انت دول لو حليتهم اكس واحد باتنين ونص واكس اتنين ونص والميو هتطلعها بسالب واحد. راح اطلع قيمة اس. ايه؟ طلع قيمة اس. تعالى بعد كده نروح نطلع معادلة الايه؟ نروح للمعادلة رقم ثلاثة نطلع قيمة الاس. يبقى انت عندك أربعة ناقص اكس واحد بكام؟ باتنين ونص ناقص كام؟ ناقص نص يبقى أربعة ناقص ثلاثة كام؟ واحد. من المعادلة رقم ثلاثة هيطلع الاس سكوير بكام؟ بسالب واحد. بسالب واحد. ده ينفع؟ ريفيوز. ده الحل ده مين؟ ريفيوز. ماشي كده؟ طيب الكيس اللي بعد كده كيس اثنين هنفرض كام؟ هنفرض ايه؟ ان الاس بصفر. ان الاس بزيرو. طب انا لو فرضت الاس بصفر هحل المعادلات دي ازاي؟ نفس الطريقة. لا فكر بقى مش نفس الطريقة.
المعادله دي بس اتشالت منها بقت معادله في مين ومين 3 4 هيتحل مع بعض اكس 1 2 المعادله دي 3 4 بالظبط يبقى انت هتاخد المعادله رقم 3 والمعادله رقم 4 المعادله رقم 3 بتقول ايه بتقول ان احنا عندنا اكس 1 زائد اكس 2 بيساوي كام 4 والمعادله رقم 4 بتقول ايه اكس 1 ناقص اكس 2 بيساوي كام 2 بيساوي 2 دول كده لو حليتهم مع بعض يطلع اكس 1 بكام اكس 1 لو جمعتهم هيبقى 2 اكس 1 ب 6 يبقى اكس 1 بكام 6 ب 3 واكس 2 بكام ب 1 تمام كده طيب اعمل ايه بعد كده انا فاضل لي اليو والميو تمام اروح للمعادله رقم 1 و 2 اعوض عن الاكس 1 والاكس 2 يبقى جبت الايه المعادلتين في مدخلي طيب يبقى من المعادله رقم 1 معادله رقم 1 هيطلع ايه وقت تقول مثلا هناك بعكس الاشاره يبقى احنا عندنا يو ناقص ميو بيساوي كام؟ 2 في اكس 1، اكس 1 اللي هي 3 ناقص 2 ب 1، 1 في 2 ب 2 ومن المعادله رقم 2 هيبقى احنا عندنا ميو زائد الميو بيساوي كام؟ بيساوي 0 صح؟ طيب لو انا خدت المعادلتين دول اطلع اليو كام والميو كام؟ اليو واحد واليو كام؟ سالب واحد ثلاثة سالب واحد والميو سالب واحد ماشي طيب الحل ده كده مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول ايه؟ انا المهم عندي الاكبر من صفر مين؟ اليو بس اليو لكن اليو ده يطلع اي اشاره طيب يبقى احنا في الحاله دي اكس 1 ستار بكام؟ ب 3 واكس 2 ستار بكام؟ واحد واحد والاف ستار بكام؟ عوض بقى في الاوبجيكتيف فانكشن الاصليه يبقى هنا 3 ناقص 2 واحد واحد وهنا 1 ناقص 1 بكام؟ بصفر تطلع الاف بكام؟ واحد صفر واحد واحد ايه؟ حد عنده مشكلة في دي؟ الاوبجيكتيف فانكشن دي تمام وعندنا اثنين كونسترين اللي هما اكس 1 زائد اكس 2 ناقص 4 اقل من او يساوي صفر واكس 1 ناقص اكس 2 ناقص 2 اقل من او يساوي صفر. المرة دي احنا عندنا كام انيكواليتي كونسترين؟ اثنين يعني المفروض هندرس كام كيسز؟ أربعة. طيب أول حاجة بقى هنعدل الشكل بتاع الكونسترينز يبقى احنا أول واحدة اكس 1 زائد اكس 2 ناقص 4 اقل من او يساوي صفر. طيب هنشيل اقل من او يساوي صفر ونخليها زائد اس سكوير. احنا عندنا اكس 1 زائد اكس 2 ناقص 4 زائد اس سكوير بس دي هنسميها اس 1 ايه؟ سكوير عشان احنا هنحتاج سلاك فاريبل تاني. يبقى ده كده الجزء اللي احنا هندخله في المعادله بتاعت اللاجرانج فانكشن. الايكويشن الثانيه اللي هي اكس 1 ناقص اكس 2 ناقص 2 اقل من او يساوي صفر. هنشيل اقل من او يساوي صفر ونخليها برده ايه؟ سلاك فاريبل يبقى اكس 1 ناقص اكس 2 ناقص 2 اس 2 سكوير بيساوي صفر. يبقى هو ده الجزء اللي احنا هندخله في اللاجرانج فانكشن. معادله اللاجرانج هنقول اول حاجه ان احنا عندنا ال بيساوي طيب انت عاوز تعمل مينيمايزيشن ولا ماكسمايزيشن؟ مينيمايزيشن لو معادله الاوبجيكتيف فانكشن حطها زي ما هي تمام كده؟ يبقى احنا هنا عندنا اكس 1 ناقص 1 الكل سكوير زائد اكس 2 ناقص 1 الكل سكوير. طيب زي قلنا ان كل انيكواليتي كونسترين عشان يخش في اللاجرانج فانكشن بتضربه في ايه؟ سلاك فاليو لاجرانج مالتبلاير اللي هو الايه؟ اليو. فده كده هنضربه في يو 1 يبقى احنا عندنا يو 1 مضروب في ايه؟ في اكس 1 زائد اكس 2 ناقص 4 زائد اس 1 سكوير. والمعادله الثانيه دي هنضربها في مين؟ يو 2 يو 2 يبقى يو 2 اكس 1 ناقص اكس 2 ناقص 2 زائد اس 2 اس 2 سكوير. اروح بعد كده نجيب النسيسري كونديشن. هنا هيطلع عندي كام معادله؟ اربع معادلات. وانا مش هضرب يو 1 في المعادله الثانيه ويو 2 في المعادله ست معادلات ست معادلات ست معادلات ست معادلات
ست عدد المعدات اللي انت بتجيبه من عدد الفاريبلز كم فاريبل؟ 2. كم لاجرانج مالتي بلاير؟ 2. كم سلاك فاريبل؟ 2. يبقى كده كم معدل؟ 6. طيب اول معادله خالص اللي هي بارشال ان بارشال اكس 1 بتطلع كام؟ 2. تمام. يبقى 2 في اكس 1 ناقص ناقص 1 ده خلاص هنا يطلع كام؟ زائد يو 1 زائد يو 2 بيساوي 0. طيب بارشال ان بارشال اكس 2 تطلع بكام؟ 2. 2 في اكس 2 ناقص ناقص 1 وهنا زائد يو 1 ناقص يو 2 ناقص يو 2 يساوي 0. طيب بعد كده بارشال ال بارشال يو 1 يطلع بكام؟ القوس. القوس بتاع يو 1 اللي هو اكس 1 زائد اكس 2 ناقص 4 زائد اس 1 سكوير يساوي 0. طيب بارشال ال بارشال يو 2 تطلع بكام؟ القوس. القوس بتاع يو 2 اللي هو اكس 1 ناقص اكس 2 ناقص 2 زائد اس 2 سكوير يساوي 0. طيب بعد كده بارشال ال بارشال اس 1 تطلع بكام؟ 2 يو 1 2 يو 1 اس 1 ب 0. والمعادله الاخيره اللي هي بارشال ال بارشال اس 2 تطلع كام؟ 2 يو 2 اس 2 بيساوي كام؟ بيساوي 0. كده احنا عندنا كام سويتشنج كونديشن؟ 2 بكام؟ 4 كيس. ازاي بقى تجيب الاربع كيسز دي؟ بص كده نظريه الاحتمالات اللي احنا كنا بنعملها بقى في الاول. انت عندك في المعادله الخامسه دي معادله رقم 5 والمعادله رقم 6. انت لازم تحقق المعادلتين دول صح؟ طيب المعادله رقم 5 دي عشان تتحقق لازم يحصل ايه؟ يا اما تخلي اليو 1 بزيرو يا اما تخلي الاس 1 بكام؟ بصفر. طب والمعادله رقم 6 عشان تتحقق يا يو 2 بزيرو يا اما اس 2 بزيرو. يبقى من يو 1 طلع خطين كده مره تفرض اليو 2 بصفر مره تفرض اس 2 بصفر. ومن الاس 1 طلع خطين يبقى احنا عندنا مره اليو 2 بصفر مره الاس 2 بكام؟ والاربع كيس دي كيس رقم 1 2 3 4 اكن اليو 1 والاس 1 بصفر. ما دي قلنا ديت اب نورمال كيس من عندنا نجلكت ماشي كده. طيب يبقى الكيس رقم 1 هنفرض ايه بقى؟ اليو 1 بزيرو واليو 2 تمام. رقم 1 ده كله اسيوم هنفرض ان اليو 1 بيساوي صفر وان اليو 2 بكام؟ هحل بقى المعادلات في الحاله ازاي؟ انا هنا حطيت يو 1 بصفر ويو 2 بصفر من المعادله رقم 1 على طول تطلع اكس 1 بكام؟ 1. لان المعادله دي دول خلاص اتحسبوا ففاضل مين؟ اكس 1 بس. فيطلع ان احنا عندنا اكس 1 بكام؟ 1. ومن المعادله رقم 2 تطلع اكس 2 بكام؟ 1 برضه. طيب تعال بقى نشوف الاس من المعادله رقم 3 هيطلع الاس 1 بكام؟ لو انا حطيت 1 1 ودي سالب 4 فتطلع كام؟ 2. يبقى ده كده اوكي. طيب اس 2 سكوير تطلع بكام؟ تطلع برضه 2. اوكي ولا مش اوكي؟ اقتربت صلاة المغرب. ينفع. ما انت بص انت دلوقتي فرض اليوهات صح؟ بتشيك بمين؟ بالاساس. فلو الاثنين اس طلعوا موجب اكبر من الزيرو يبقى كده الحل ده ايه؟ ينفع معايا. في الحاله دي الحل ده خلاص ينفع معايا. يبقى انا هقول له يبقى احنا عندنا اكس 1 ستار بيساوي 1 اكس 2 ستار بيساوي 1 والاف ستار في الحاله دي كام؟ خد النقطه دي عروة في الاوبجيكتيف فانكشن تطلع بكام؟ تطلع بزيرو. يبقى النقطه دي اكنها ستيشنري بوينت. يبقى النقطه دي ستيشنري بوينت بتحقق الكي كي تي نسيسري دي كده الكيس اللي فيها مشكله. طيب كيس 2 هفرض ايه؟ يو 1 يو 1 بزيرو اس 2 بزيرو. طيب هنفرض ان احنا عندنا اليو 1 بزيرو اس 2 بزيرو والاس 2 بزيرو. لما تبقى يو 1 بصفر واس 2 بصفر احل دول ازاي بقى؟ احل اول اثنين مع بعض لا صعب صعب ايه؟ اليو 1 بصفر تمام؟ بص انت كده الايه؟ الاس 1 معاك سيب الاس 1 دلوقتي سيب معادله الاس 1. انا المعادله دي فيها كم مجهول؟
بعد حذف اليو واحد بقى فيها اكس واحد ويو اتنين. طب ودي اكس اتنين ويو اتنين ماشي. طيب واحنا حاطين هنا اس اتنين بكام؟ صفر. فيها مين ومين؟ ثلاث معادلات اكس اتنين. يبقى انا هاخد المعادله رقم واحد والمعادله رقم اتنين والمعادله رقم اربعة في ثلاث مجاهيل اكس واحد واكس اتنين ومين؟ ويو اتنين. تمام كده؟ واحلهم على الاقل طبعا بعد ما ايه؟ رتبهم يعني. فانا لو خدنا المعادله رقم واحد دي هيبقى احنا عندنا اتنين اكس واحد زائد يو اتنين بيساوي اتنين. المعادله دي هيبقى احنا عندنا اتنين اكس اتنين ناقص يو اتنين بيساوي اتنين. والمعادله رقم اربعه هيبقى احنا عندنا اكس واحد ناقص اكس اتنين بيساوي اتنين. طيب هناخد كده ثلاث معادلات دول ونحلهم مع بعض. طيب المعادلات دي لما تحلها مع بعض هيطلع عندك ان الاكس واحد باتنين، وهيطلع عندك ان الاكس اتنين بزيرو، وهيطلع عندك ان اليو اتنين بسالب اتنين. طالما كده على طول طالما طلعت اليو بالنيجاتيف يبقى ايه؟ ما تكملش حل خلاص، حتى ما تشيكش على الاس الثانيه كده خلاص ايه؟ ريفيوز. خلاص كده اقف لحد هنا تقول له ان دي ايه كده؟ الكيس دي خلاص كده دي. طيب الكيس رقم ثلاثه حصل ايه؟ اس واحد يو افرض ان الاس واحد بزيرو واليو 2 بزيرو. طب لما افرض اس 1 بيصير واليو 2 بصفر نحلهم ازاي؟ 1 و2 ماشي. هنا الاس 1 بصفر خلاص، وهنا عندنا اليو 2، فهحل 1 و2 و3 في ثلاث مجاهيل اللي هم اكس 1 واكس 2 واي 1 يو 1. طيب بعد ما بقيت ترتيب المعادلات، المعادله الاولى هتطلع ايه؟ 2 اكس 1 زائد يو 1 بيساوي 2. المعادله الثانيه 2 اكس 2 زائد يو 1 بيساوي 2. المعادله رقم 3 اكس 1 زائد اكس 2 بيساوي كام؟ بيساوي 4. نقول كده لما نحلهم هيطلع عندنا ان اكس 1 ب 2 اكس 2 ب 2 يو واحد بسالب اتنين. المرحلة ده ايه؟ بتفيوز ده برضه. طيب الكيس الأخيرة هفرض ايه بقى؟ اس واحد افرض ان احنا عندنا اس واحد بزيرو واس اتنين بزيرو. هنحلهم ازاي؟ 3 و 4. 3 و 4 تحلهم فتطلع اكس 1 اكس 2. المعادله رقم 3 اكس 1 زائد اكس 2 بيساوي 4. والمعادله رقم 4 اكس 1 ناقص اكس 2 بيساوي 2. لو حليت المعادلتين دول مع بعض اكس 1 تطلع بكام واكس 2 بكام؟ اكس 1 تطلع ب 3 واكس 2 ب 1. طيب كده فاضل لي مين؟ يو واحد يو اتنين. هروح للمعادلة رقم واحد ورقم اتنين. المعادلة رقم واحد هيطلع عندنا ان يو واحد زائد يو اتنين بيساوي كام؟ عوض عن الاكس واحد بكام؟ بتلاتة. تلاتة ناقص واحد اتنين، اتنين في اتنين باربعة، بس هنروح نعمل عكس الإشارة يبقى سالب أربعة. المعادلة التانية هيطلع عندنا ان يو واحد ناقص يو اتنين بيساوي كام؟ زيرو. بيساوي زيرو، صح؟ طيب كده لو انا حليت المعادلتين دول مع بعض يطلع يو 1 بكام ويو 2 بكام؟ يو 1 هتطلع بسالب 2 ويو 2 بكام؟ مش لازم ان كام بالظبط؟ اصل انت جيت وقفت على دي سالب 2 وهتطلع بكام؟ بسالب 2 برضه، فيبقى الحل ده وقته ايه؟ يبقى انت النقطة الوحيدة اللي حققت عندك الحل اللي هي مين؟ كيس 1 اللي هي اكس واحد واحد وايه؟ وزيرو. يبقى هي دي نقطة الايه؟ المينيمايزيشن بتاعت الفانكشن. دي؟ مالها؟
طيب احنا انا فرضين ان يو 1 بصفر ويو 2 بصفر تمام. طيب انا بصيت على المعادله دي، انا لو يو 1 بصفر ويو 2 بصفر ما نعرف اطلع قيمه الاكس 1 على صفر، فيبقى الاكس 1 بواحد. هنا نفس الكلام اكس 2 هتطلع بواحد برضه. طيب هنيجي هنا بقى هعوض عن الاكس 1 1 ناقص 4 يبقى يطلع سالب 2، تروح هناك بموجب 2 يبقى اس 1 سكوير بموجب 2 يبقى اوكي. هنا برضه نفس الكلام هتطلع دي هتضيع دي هتطلع اس 2 سكوير ب 2 برضه خلاص. نعم ال 16 تبقى ازاي بقى؟ لو انا مديك 4 كيسز هو نفس المساله بتاعت الفاينل كانت هي دي، بس كان مزود النون نيجاتيف كونسترين، يعني قايل لك ان الاكس 1 اكبر من 0 والاكس 2 اكبر من او يساوي 0 تمام، مش نفس المساله يعني، بس هو كان جايب 2 كونسترين ومزود دول معاك تمام كده. في الحاله دول انت دول برضه هتدخلهم في المعادله، فيطلع عندك في الاخر كام انيكواليتي كونسترين؟ أربعة. انت قصدك الاحتمالات تجيبها ازاي؟ بص الاحتمالات اي عدد من الكونسترين سهل. انت اول حاجه هتيجي جاي عامل اثنين خطين مره اليو 1 بصفر مره الاس 1 بصفر، مين اللي بعد كده؟ اثنين، يبقى طلع من دي خطين مره اليو 2 بصفر مره اس 2 بصفر. هنا نفس الكلام مره اليو 2 بصفر مره اس 2 بصفر، مين اللي بعد كده؟ الثلاثه، يبقى دي طالع منها خطين مره يو 3 بصفر مره اس 3 بصفر وهكذا. الرابع يبقى دي برضه طالع منها خطين مره يو 4 بصفر ومره اس 4 بكام؟ دي 16 كده. بسم الله. اول حاجه هتبقى يو 1 و2 و3 و4 بصفر. ثاني واحده هيبقى اليو 1 واليو 2 واليو 3 والاس 4 بصفر وهكذا. الايه؟ احتمالات، يعني باخد احتمال بحيث ان احقق كل السويتش كونديشن في المعادله. يعني هنا مثلا المساله دي انت عندك معادلتين، المعادلتين دول لازم يتحققوا، يبقى لازم تحقق المعادله دي ولازم تحقق المعادله دي، يعني لازم يبقى معاك واحد من الاثنين دول بصفر في كل احتمال وواحد من الاثنين دول بكام بصفر عشان تقدروا تحققوا مع بعض. فانا اول مره اقول ايه؟ انا اخد اليو 1 بصفر بحيث تحقق لي المعادله دي. طب انت لو حققت المعادله دي بيو 1 بصفر عاوز تحقق المعادله اللي بعد كده، يبقى قدامك سكتين، يا اما تفرض اليو 2 بصفر يا اما تفرض الاس 2 بصفر. طيب ارجع بقى تاني، انا ممكن احقق المعادله دي عن طريق ان انا افرض الاس 1 بصفر. طب عشان احقق المعادله الثانيه يبقى قدامي سكتين، يا افرض اليو 2 بصفر يا افرض الاس 2 بصفر. نعم. اصل كان بتيجي تدخل المعادله في نفس الطريقه العاديه. باشمهندس ممكن المساله دي مع المساله اللي هو لا الايه؟ لا المساله دي لما بتيجي في الفاينل، لما بتجيب مساله زي دي في الفاينل بيخليك تحلها جرافيكال معاها. بتشيك على النقط اللي انت طلعتها دي جرافيكال. تمام؟ هتبقى مساله سهله. لما اجيب لك مساله زي دي، دي لو انت هتحل مساله زي دي جرافيكال بالظبط يعني مش هتاخد منك 10 دقائق. هترسم دايره، الدايره دي الاوبجكتيف فانكشن واثنين كونسترين سهلين. انا قصدي هو ممكن يجيب راس السؤال اللي هو هيحكي بس ما بيربطهاش بالاناليتيكال، غالبا لما يجيب لك مساله فورميليشن بيجيب لك بعدها تحل جرافيك، لكن ما بيخلكش تحلها اناليتيكال. طيب في حد عنده مشكله؟ حد عنده سؤال؟ هو كده المفروض المنهج خلص يعني، هو غالبا الاسبوع الجاي بننزل السكشن عشان البروجكت اللي عندكم. ممكن في قبل الفاينل كده باسبوعين او حاجه او اسبوع نعمل مثلا لو احل لكم الامتحانات اللي فاتت على الجزء اللي بعد يعني السكشن الجاي وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم